اين قرناه على الاه تجرينا يا محمود اين قرناه على اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا. نعم شيخنا 9 دقائق تفضل. اولا عجبني اخر كلام الأستاذ جعفر، قال اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا شيء جيد. على يم والمهديين وسلم تسليما. انتهى الآن، أنا مداخل، وقف الوقت. زين، فطبعا أنا ما حبيت يعني أتكلم في المهديين، لأن المهدي أنا أريد من أستاذ جعفر في المرة الثانية الآن أعطيه مجال حتى يعرب أئمة والمهديين. طبعا هي بدل، إذا بدل يعني الزهراء ليس خارجة، وعندي إشكالات كثيرة على هذه، إذا هو يريد كل مرة أعطيه إشكال إذا يريد، إذا ما يزعل على كل. الآن طبعا لأن عندي وقت متسع، أولا وقف الوقت دقيقة أستاذ معلش. لا إيش يعني كيف بدل في عطف يعني؟ هذا موضوع آخر فكر فيه. أنا مدرس لغة عربية يعني. ما يخالف، عطني عرابها بعدين. معطوف يعني، والعطف يقتضي المغايرة. الأئمة وقفت الوقت. الأئمة. الأئمة شنو عرابها؟ بدل. نعم. موقف الوقت. بدل. الوقت. إيه يعني يصير اللهم صل على محمد وآله، صل على الأئمة والمهدين بس، هذا معناه. نعم، أو عطف بيان. يعني صلي على الأئمة، من هم؟ على محمد وآل محمد، من هم؟ آل محمد. قال الأئمة والمهدين بس، أما الزهراء لا تصلي عليها. أخاف بعدين. لا هذا بدل بعض من كل شيخنا. نعم بدل بعض من كل. بدل بعض من كل. كيف الحال؟ شنو دليلك؟ لما أقول سافرت إلى القطيف جنوبها، جيد، هذا التخصيص جنوبها، رائع. بدل بعض من كل، رائع. اللهم صل على محمد وآل محمد، ذكرنا الكل، جيد. بعدين قلنا الأئمة والمهديين بدل بعض من كل، جيد، أقبل أنا هذا الكلام. جميل. الآن لما تقول أكلت الرغيف ثلثه، يعني إيش أكلت الرغيف كله لو الثلث؟ ثلث. إيه لما قلت دخلت القطيفة جنوبها، يعني دخلت شمالها بعد، بس الجنوب. فإذا اللهم صل على محمد، مو كل آل محمد، لا فقط المهدين، بعض من كل. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعود نبدأ. قرأت آخر دعاكم يعني الحين وقفت الوقت. وقف الوقت ما ذكرنا. عادي أنا ما عندي معنى. شنو آخر دعاكم؟ الصلاة يعني لم يصلي على الزهرة. صلى الله على رسوله والأئمة المأمين آله. لا مانع صلى على رسوله والأئمة. ما يخالف. ما يخالف. كيف ما يخالف هناك ويخالف هنا؟ إيه. جيد، هذا إشكال جيد. لا هو مو إشكال جيد، يعني نفس القضية يعني عادي يعني. إذا نذكر من باب التغليب ممكن كلامي إشكال رديء. لا من باب أولا ترى إحنا شيء نتلقاه عن أهل البيت كما روي نقول، هذا ما روي عن أهل البيت نقرأه كما قال. ما هي الحكمة؟ أنا لا آتي بشيء من عندي، نحن نتبع لا نبتدع، هذا أولا. ثانيا لا مانع اللهم صل على رسولك والأئمة الميام، هذا صلاة، فهالمورد صلاة مخصوص. لكن في الموارد الأخرى دائما دائما نحن نقول اللهم صل على محمد، يعني الزهراء داخلة في كل الموارد، فهالمورد هناك حكمة، هناك بالنص، احنا التزمنا بالنص. لكن إذا أنا دائما دائما أخرج الزهراء، هنا الإشكال، وهناك إشكال قوي أؤجله إلى حلقة قادمة إن شاء الله. تفضل. ما عليه شيخنا قبل لا يبتدي يعني.
الزهراء هي نفس رسول الله. اللهم صل على محمد أيضا يقتضي ذكر الزهراء. إذن نقول اللهم صل على محمد بس. ليش؟ لأن الآل كلهم نفس رسول الله. طيب نعود إلى جيد هذه يعني احنا نعود جيد إلى الإخوان الشيخ يعني العزيز يصير تلطيف للمناظرة. طبعا هذا ليس يعني احنا يعني البشر يخطئون لكن غير الجيد ان الانسان يصر على الخطأ. لا مانع انا اخطئ تنبهني، انت اخطئ انا انبهك، شيء جيد يعني احنا مو معصومين كلنا يخطئ. انا لا اقول الان كل كلامي الان لما اقول معصوم لا، فجيد اذا اخطأت تنبهني بارك بس الله. أعد علي جواب إشكالك في دعاكم، قلت هذا شيء مخصوص، ليش قلت هذا شيء مخصوص؟ هكذا ورد، لأنه ورد في هالمورد هكذا. طيب إحنا شنو الحكمة ما ندري. السيد اليماني لم يمنع أن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد فقط، هي أصلا تقتضيهم، لكننا نقول والمهديين يعني الأئمة والمهديين لكي نثبت هذه العقيدة أن هناك مهديون مغايرون للأئمة. لماذا لم يثبتها الأئمة؟ هذا الأئمة ليش ما ثبتوها؟ كان ثبتوها عبر العصور. هم أعلم. لا ما ثبتوها. هم أعلم ب. لا هذا خلاف قول الأئمة. هم حكماء وأعلم بأمرهم. هم تركوا الأمر. الآن أنتم أعلم منهم. يعني اليماني الآن أعلم من أمير المؤمنين. لماذا أمير المؤمنين ما أراد أن يثبت هذه العقيدة من زمانه؟ وكل الأئمة توال حتى خلاص يصير راسخ عند الشيعة. لماذا أزيل المهديون من كل الصلوات في كل الأدعية؟ كل الأدعية ليش؟ لا جواب علمي. زين نبدأ نعود نعود ما عليش. روايتنا لليوم قلنا عنها صلي على ولاة عهده والأئمة من بعده، والروايات التي سوف نأتيك بها قادما، وصلي على القائم وعلى الفاضلين المهديين من ولده. هذه احنا بينت انا جواب. لا راح نبين يعني جيد يعني المش يعني المستمع يحكم على هذه المناظرة، وانا اتمنى طبعا من المصورين ان المداخلة هذه الاخذ والرد يعني تحذف ويبقى المناظرة بما هي المناظرة. مهمة دي فيه فوائد علمية ما تحذف. ليش أولا تحذف؟ أستاذ بدر لا يتدخلوا الجمهور في الموضوع. لا لا مو لا شغلهم. طيب ما يخالف رجعنا الجمهور رأي. الوقت موقف ونحن من باب جملة اعتراضية يعني. كل ما يدور يعني داخل المناظرة يثبت ولا يحذف. ليش يحذف؟ ما يحذف لا براحتك. طيب تفضل شيخنا. هو من باب انه لا يتشتت يعني السامع علشان يسمع لا اخر ادلتنا ويسمع ردك. السامع يستفيد. ما عليه المصورين اذا بتحطوها بعد رد علشان يكون الردود متواصله. لا 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 لا. كما فلا هي. بأس يعني كما هي. لا يحرف في التصوير شيء، لا يغير ولا يبدل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يفبرك ولا يفبرك كما هو. كما هو لكن بعد يعني خلوا هذا صار تغيير. كيف يعني. كما هو لكن نشيل هذا ونحطها بعد نفس الشيء الآن بعد.